خمسة قطاعات باش نحكيو على زوز منهم دايوغ من بعد على الايرونوتيك والطاقات المتجددة. عذر معنا وزير الاقتصاد والتخطيط سيد سامي سعيد، جدوا لك التحية. مرحبا. مرحبا سي وسيم. سيد الوزير، كنت تحكي على إجراءات عاجلة، الآن إجراءات على المدى المتوسط والمدى الطويل 2025 و2035. إذا بدأ انطلقنا في الأعداد الخطة الثلاثية 29-25 منذ شهر فيفري، فتم تكوين 72 فريق عمل في الجهات و36 فريق عمل مركزي. هذوما 2025؟ هذوما 2023-2025، الخطة لو بلون اللي هو في العادة كانكنال، لكن بما انه عندنا تأخير المدة الأخيرة ونحافظوا على الرزمانة عملنا 23-24-25. دونك الإشغال متقدمة بشكل ممتاز. هذه اللجان ترأسها في المستوى المحلي السيد الوالي، وفي المستوى المركزي السيد الوزراء وسيدات وسيد الوزراء، وإن شاء الله يكون الهدف إنهاء هذه الأعمال على الأقل في صيغتها الأولى في موفى شهر جوان. هذا لماذا؟ لأنه نحتاج كونه نأطر أعمال الميزانية، لأنه اللوجيك هي كونه يكون فما بلان حاضر اللي يمكن من تأطير عمل الميزانية للسنة القادمة 23، ميزانية 23. والخطة بنفسها هي مؤطرة برؤية، رؤية 2035 اللي بدينا اشتغلنا عليها من نهاية السنة الماضية في صيغتها الأولى، وفي الفترة الأخيرة بعد تناقم تبحثنا فيها مع نفس الفرق اللي تشتغل على الخطة، معنا صيغة أولية اللي تمكن من وضع المحاور الرئيسية للرؤية 35 كي نأطر عمل الخطة. إذن من الهام كونه أن هذه المرة الخطة تمتاز بأشياء اللي ربما تمكنها من أكثر نجاح عمل، لأنه لاحظنا الخطة السابقة نسبة الإنجاز كانت متواضعة. إذا فما attention particulière l'exécution المرة دي، وفي نفس الوقت احنا عطينا دور أكبر بما أنه في إطار المركزية، كون الجهات هي تأخذ بزمام الأمور في تصور أهم المشاريع وأولويات المشاريع. بشكل خاص كذلك أكدنا على استعجال التهيئة الترابية، لأنه سي تري امبورطون دافوار سي تامناجمون لو تيريتوار. نحبوا احنا نكون عندنا رؤية واضحة شمل المناطق الصناعية، المناطق السياحية، المناطق الزراعية، باش نقصوا من تغيير الصبغات وفي نفس الوقت نمكنوا من التخطيط المسبق للبنية التحتية ولكل المرافق الطلبية. اليوم المستثمر الاجنبي ما يستناش، معناها احنا دو بلوز اون بلو يطلبونا عندكم شي مباني جاهزه، ما عندوش الوقت باش يشري الارض ويبدا يبني ويدخل في كل المتاهات اللي هو في غنى عنها. الناس فاعلين، يعني هو الدوله تنجم تعمل، وحتى المستثمر الخاص ينجم يتسيب على الطلب. المخطط للتهيئة الترابية تمكننا من هذا، وإحنا لو برومي أريفي لو برومي سيرفي، اللي يبدأ جاهز يكون عنده الأولوية بالنسبة للاستثمار. الميزة الثانية نحب كذلك في هذه الخطة نكتشف مع الجهات، وهذا عمل الجهات، ما هي الميزة التنافسية لكل جهة، وإحنا مستعدين نعمل إذا نلقى نشاط معين اللي فيه ميزة تنافسية للمنطقة نعمل منه عاصمة التونسية لذلك النشاط ونحط فيه المشاريع الكبيرة، لأنه يعني المفهوم الكلاستر اليوم مفهوم مكرس في سياسات النمو، يعمل ميزات تنافسية لكل المتدخلين في نفس القطاع ولا في النشاط متقارب من بعض. الميزة ربما الأخيرة باش ما نطولش من ناحية البلان، اليوم احنا عندنا اقتصاد المعرفة، نحبوا كذلك يكون فما بالتوازي ولا بالاندماج تفكير في الانوفاسيون، في النوفيل تكنولوجي، في الداتا، في الانتليجنس ارتيفيزيال، كل هذه الثورة العلمية والثورة الاقتصادية المعرفة الجديدة كيفاش نجم نستغلها اليوم وكيفاش نجم نخطلها، وهي دايور خذت النصيب الأسد في الرؤية 2035. إذا دونك نمشيو للرؤية على المدى الطويل اللي باش نخدموا بها من بعد شوية، زاد ماذا بيا نخدم معك سيد الوزير غدوة باش ننطلق في رود شو معناتها
على المستوى الدولي على المدى الطويل. نذكر مستمعين تحكوا بنا احنا مباشر من ندوة ريبوت دعم الاستثمار، حكينا على اجراءات على المدى القصير، اجراءات على المدى المتوسط اللي هو المخطط كانت 5 سنوات بما انه فما تاخير باش تخدموه على 3 سنوات، دونك 23 24 25 والمدى الطويل 2035 اللي هو غدوه. قلت لك مليك فعلا انا يعني لا لا يعني من الهام جدا كان يكون عندنا نظره، لانه كل ما خاصه المشاريع الكبرى خياراتها تكون ثقيله بالتبعياتها، وبالتالي لا يمكن لنا ان نخطئ في هذه الخيارات. المحاور الاساسيه اللي شخصناها بالنسبه للرؤيه 2035، المحور الاول والايدولوان لو بلوز امبورطون هو لو فاكتور هيومان. لو فاكتور هيومان اليوم تونس ميزتها تنافسية العنصر البشري اللي كان غير كافي. شوفوا مثلا ليدوكاسيون ولا معناها الكاليتي ساعات كومونس روغريسي شويه، ماذا ما نجمش نسمحوا به، دونك يل فالوار سو ريسيزير اي رو لونسي tout ce qui est développement humain au sens plein du terme. Le fameux talim, saha, l'épanouissement professionnel, personnel, كل مكونات. العنصر الثاني هو اقتصاد المعرفة. اليوم اقتصاد المعرفة تمثل حقيقة ثورة كبيرة في العالم كله، وإحنا في بدايته. يقول اقتصاد المعرفة يشمل التكنولوجيا الاتصال، يشمل الانفورماتيك، يشمل الداتا، يشمل الانوفاسيون، وكل ما هو مرتكز على العلم اللي اليوم عنده تأثير مباشر على البرودكتيفيتي دو ليكونومي دو فاسون جينيرال. العنصر الثالث هو الريادة، حكينا عليها منذ قليل، وأهمية الاقتصاد الحر. يجب أن يكون عندنا اقتصاد تنافسي، يجب أن نسهل دخول المستثمرين الجدد ودخول الشباب للاستثمار، لأنه هذه هي الركيزة وهذه هي القاطرة الحقيقية للنمو، لخلق الثورة، للثروة، لخلق المواطن الشغل، ولكي نتمكن كذلك من تكثيف إيرادات الدولة مع أبترافير لي تاكس ولي زامبو اللي هما أترم مع لي ريفورم اللي نخدموا عليهم توا لإصلاح الاقتصاد التونسي، لاسترجاع سواء مع فامي ولا مع لي زوتر بير دو فون، لارجاع التوازن ميزانيه الدوله على المدى المتوسط. يجب ان نسترجع الريتنج افضل من اللي احنا عليه ونسترجع التوازنات الماليه. العنصر الرابع هو التجديد، معنا موضوع البيئه والمناخ. تغيير المناخ الموجود حاليا يجعل كونه الان هي حقيقه علميه، ما عادش موضوع تساؤل، وتمثل حقيقه خطر كبير على كل الكره الارضيه وعلى مستقبل ابنائنا، وبالتالي كل ما هو السيطره على هذا المشكل واقتصاد اخضر واقتصاد يعني سيركولير ومتجدد يمكننا من توجيه النمو الاقتصادي في نحو نمو مستديم. العنصر الخامس هو وصلنا الان للعنصر السادس، العنصر السادس هو موضوع الخامس سامحني الخامس هو فعلا موضوع الديفلوبمون ريجونال حكينا عليه. ديفلوبمون ريجيونال نقولوا احنا نو ريجيون ليفت بيهايند مع العداله الاجتماعيه، عنصر هام جدا. المناطق هذه ما خذتش حظها بما هو كافي في الماضي، وبالتالي هذه المره مع الترابيه اللي حكينا عليها يكون هناك فرصه اكبر للتدارك. والعنصر الاخير هو ذا لاست بات نوت ذا ليست هو الاهم. هذا علاش نحمل احنا هذا كل النمو الاقتصادي وكل هذا العمل، لماذا؟ هو للعداله الاجتماعيه. معناها نحب ناكد على هذه النقطه، هذا هو من خلق الثروه دور هي دور القطاع الخاص، خاصة بالتعاون وبالشراكة مع القطاع العام ومع الدولة والإدارة، لكن
واجب الدولة هو ضمان العدالة الاجتماعية. No one left behind. حتى حد ما يجب حتى تونسي ما يجب نحارب الفقر، وحتى تونسي ما يلقى روحه مهمش ولا ما يخذاش حظه في النمو. في احنا اليوم نحبوا نخلقوا ظروف كونوا ليغاليتي دي شانس دي زونفون، هذاك علاش احنا حتى كي نشوفوا في لو سيبور سوسيال نعطيو في منحة للاطفال اللي اقل، العائلات اطفالهم اللي اقل من 6 سنوات، لانه السنوات الاولى هي مؤثره جدا، وبالتالي نريد كونه تكون فرص موحده للجميع. يعني سا سي تري امبورطون. دونك اون سوسيتي اون ايكونومي ريلاتيفمون ليبراليزي، نفجر الطاقات والرياده لخلق الثروه بالنمو الاقتصادي الحر، لنتمكن من توفير الموارد اللي تمكننا من العدالة الاجتماعية بكل أنواعها، لأنه هذا هو الهدف النهائي من كل ما نقوم به في مجتمعاتنا. سيد الوزير سيد سامي سعيد، كنت في واشنطن، اليوم مهولي وندوة دعم الاستثمار بالتنظيم الهيئة التونسية للاستثمار، غدوة روتشو باش ينطلق على المستوى الدولي، ترجع فما الندوة الدولية للاستثمار، يعني تحركات على المستويات الكل. من الأسئلة اللي جاوا قبيليك قالوا فماش جديد، أنا نسأل مقبيك خدمتي باش فماش جديد على موضوع الصندوق النقد الدولي جوستومون، فماش هكا معناتها إشارات مطمئنة طمن معناتها اليوم صباح المستثمرين؟ مقبيك قولوا كذاك اللي باش نفهموا به وين ماشي الامور. شوف احنا مع صندوق النقد الدولي المباحثات متواصله، من النواحي الفنيه قمنا بما كل يجب ان نقوم به، مش لانه هي كما قلنا مش ريفورم لفهمية، هي هو مشروع وطني لاصلاح الاقتصاد التونسي واعاده انعاشه. كل المحاور اللي نشتغل عليها كلها بدون اي استثناء لمصلحه الاقتصاد التونسي ومصلحه الشعب التونسي. لا يمكن لنا ان نواصل ان نعيش اكثر من منطقتنا، ايراداتنا اقل من خلق من استهلاكاتنا من كل النواحي، من ناحيه العائلات من ناحيه الدوله، هذا مش ممكن. دونك اللي ces réformes-là vont nous permettre de, à terme, petit à petit, de recouvrir notre santé financière et de rétablir les équilibres financiers. Surtout les déclarations de l'FMI. Ils ont dit qu'ils sont en train de se faire 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 en train de se مع بعض. إلي امبورطون دو ريوسير سيت فواسي ليكزيكسيون. احنا الى حد الان ما اعتقد كونه الاصلاحات هذه معناها صعبه التصميم، الصعب هو التطبيق، وبالتالي الحكومه هذه منذ توليها المسؤوليه انكبت على هذه الاصلاحات اللي تردت ربما بعض المسؤولين اللي سبقونا في انجازها مقدمين في جل الاصلاحات. الفتره الاخيره قدمنا مثلا في البلاتفورم تاع السوسيال اللي مش نوجه بها الدعم للمستحقين، كي مكننا تدريجيا من نعمل قاعدة بيانات نحصر قائمة العائلات اللي تحتاج للدعم، ويتم توجيه الدعم بشكل مباشر لهذه العائلات، ما يكونش دعم عام للجميع. وبعد ما نوفر دعم ونكون حتى نعمل إضافة مساعدات اجتماعية إضافية، ممكن تدريجيا وقتها نبدأ نرفع الأسعار، لأنه رفع الأسعار يمكن من إيجاد بعض التوازنات للشركات العمومية اللي تشتغل في بعض القطاعات ومش قادرة اليوم تتواجه الفروقات ما بين الأسعار المدومة والأسعار الحقيقية. إذن هو مش إلغاء للدعم، نكرر هذا لان مصر على هذه النقطة، الإصلاح هذا بشكل خاص منها هو مش إلغاء الدعم، بالعكس هو تعزيزه لكن لمن يستحق الدعم. وهذا الإصلاح كذلك سيؤثر على إصلاح الشركات العمومية، على عدد من الشركات العمومية اللي التاريفيكاسيون نتاعها أقل من سعر السوق لأنه أسعار مدومة. إذا كي نوجه الدعم للمستحقين ممكن هذه الشركات ترفع دعمها هذا، وهذه الشركات ممكن تسترجع توازنها المالية، ونوقف من نزيف الشركات العمومية اللي اليوم الدولة ما عادش قادرة باش تحملهم. نكونوا واقعيين، يعني احنا ما عندنا حتى أدى إشكالية مع القطاع العام ومع الشركات العمومية. أنا شخصيا حظيت بشرف إدارة شركتين ومعتز بهذا، لكن الشركات العمومية يجب أن تكون مربحة،
مش دور الحكومة باش الدولة باش تغطي خسائر وباش تكون مربحة تدريجيا بعد ما نوجه الدعم ونعزه للمستحقين نرفع في هذه الأسعار تدريجيا كي نمكن هذه الشركات من التوازن مع طبعا وضع خطط إنعاش لهذه الشركات لأنه يجب أن ترجع إلى ربحية. سيد سميس في كلمة فريمون في كلمة متفائل الأشهر القادمة اللي الناس تقول على باش نجموا نجيبوا الفلوس باش نكملوا البول الميزانية. أنا عندي تفاؤلي مبني على العمل بالنسبة لي لو ترافاي سي لا ميور ثيرابي سي لونيك ثيرابي لازمنا نخدموا العمل 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 ما فما حتى حل آخر غير العمل دونك كي نخدموا مع بعضنا نقدموا الاقتصاد وننهضوا به ونقفوا اليد واليد وهذا هدف نتاع اليوم العمل اليوم هذا هو النجاح بحول الله يكون في الطريق. شكرا لك سيد سمير سعيد. احنا كان تسمح ممكن في الايام القادمه شكري ودي معناتها نجموا النسق وممكن في اخر محطه او يوم الخميس مثلا نجم تكون معنا في المباشر باش تنطلق في روتشو غدوه نجموا ناخذوك في مداخله باش ناخذوا فكره على اللقاءات اللي باش تكون عندك متوجه لمدريد متوجه لميلانو متوجه لباريس متوجه لميونيخ. هي اللقاءات مع رجال الاعمال اللي استقطابهم الاستثمار في تونس لانه ننظم ايام 23 و 24 جوان تونيزن انفستمنت فوروم ندوة دولية كي نعطي إشارات إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار في تونس ونعبر على كل استعدادنا لتقديم الدعم وسند لكل ما يضع ثقته في تونس وهما عديدين علينا أن نرتقي إلى مستوى الخدمة الممتازة لأن مناش وحدنا في 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 هناك تنافس قوي على استقطاب الاستثمارات. شكرا لك سيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط. نعتذر نرجع لاستديوهاتنا المركزية تشوفوا أهمية الأسئلة وأهمية اللحظة التاريخية نجم حتى نعتبرها اليوم ممكن نادر جدا ظهور الإعلامي سيد سمير سعيد ومهم ياسر حتى النقاشات وموضوع نقاشات مع صندوق النقد الدولي فاصل راجعين. ذكركم احنا باش نحكيوا على الجباية موضوع مهم تكلمت عليه قبيليك باش يكون فورم فيسكاليتي يوم الجمعة مباشر برنامج اكسبريسو مباشر من صفاقس.